خلينا نروح لمشروع تاني، مدارس التكنولوجيا التطبيقية اللي فتحت أبوابها بالفعل للمرحلة التانية للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021-2022 من أجل الالتحاق بيها. ده عشان عدم اجتياز العدد المطلوب من المتقدمين في المرحلة الأولى لاختبارات القبول والمقابلات الشخصية. خلونا نتعرف على تفاصيل أكتر عن هذا الموضوع بصحبتنا الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني، للتعليق عن هذا الأمر. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم. أهلا بحضرتك. عايزين نتعرف عن المرحلة الأولى، استوعبت طلاب قد إيه؟ هل النسبة دي تخلينا نفتح المرحلة الثانية عشان الطلاب يتقدموا للمدارس؟ الطلاب يا فندم اللي قبلوا في المرحلة الأولى ولسه محتاجين على 1000 طالب تانيين. سبب فتح المرحلة الثانية هتكون أولا تأخر بعض نتائج الشهادة الإعدادية، وده كان أثار تساؤلات واستفسارات من أولياء الأمور من أبنائنا الطلبة، فقررنا إن احنا نخش بالمرحلة الثانية فضلا عن حاجة مهمة جدا زي ما اتفقنا كده وشرحنا إن هجينا على المدارس بتناشد الطلبة المتميزين مش بس في المواد النظرية ولكن في الناحية العملية أيضا، وبالتالي هناك مجموعة من الاختبارات بتاعة القبول. الاختبارات دي مش كل الطلبة يقدروا يجتازوها من حيث الكفاءة الشخصية والقدرة على اقتحام سوق العمل في سن مبكرة، وبالتالي المقابلات الشخصية دي بتسفر في بعض الأحيان عن أن مش كل طالب جاب مجموع معين يستطيع الالتحاق بهذه المهنة أو الوظيفة، فعشان كده فتحنا باب القبول للمرحلة الثانية. احنا متعودين نفتح كام مرحله دكتور؟ لا هم مرحلتين يا فندم، احنا عندنا العدد الباقي عدد بسيط جدا اللي هي الفرص المتاحه المتبقيه بسيطه، وبالتالي احنا ان شاء الله في غضون اسبوعين هيتم الانتهاء من عمل مقابلات لهؤلاء الطلاب الجدد. طيب هيتم النتيجه بصفه نهائيه. ايوه عدد المدارس المتاحه او عدد المدارس اللي فتحت السنه دي ومستعده لاستقبال الطلاب؟ مدارس السنه دي 38 مدرسه، السنه الجايه ان شاء الله عندنا 46 مدرسه، وده العدد المؤكد حاليا. ان شاء الله احنا في صدد ان احنا نفتح مجموعه اخرى من المدارس، لان الحقيقه الاقبال على المدارس دي سواء من الطلبه او من الشركات الاستثماريه الكبيره يعني فاق التوقعات الحقيقه، وده دلاله على ان رجال الصناعه مهتمين بان هم يخرجوا فنيين متخصصين في مجالاتهم، بالاضافه لوعي اولياء الامور وابنائنا الطلبه باهميه يعني التعليم التكنولوجي الحديث اللي بيؤهلهم ان هم يخشوا سوق العمل في سن مبكره، بالاضافه لفرصهم اللي موجوده في ان هم يلتحقوا بالجامعات التكنولوجيه اللي وفرتها الدوله في 11 محافظه حتى الان. طب الاقبال عامل ازاي يا دكتور؟ ولو تكلمنا عن المستقبل، وده السؤال الاهم، يعني اللي بتتيحه هذه المدارس يعني مستقبلها عامل ازاي؟ هتاهل الطالب يخش كليات او جامعات عامله ازاي؟ حتى لو ما دخلش كليه والتحق بسوق العمل مباشرة، هيلتحق بسوق العمل في مصانع عاملة ازاي؟ ارسم لنا كده الخريطة، لان ربما الناس مش فاهمة الموضوع قوي يا دكتور. هو فندم الاول حاجة المجموعة الطلبة دي بتجتاز اختبارات القبول، بعد كده بيتم التحاقها بالمدرسة، بتدرس ثلاث حاجات رئيسية: المواد النظرية اللي بتعضد التخصص بتاعهم، بتدرس سلوكيات ومهارات اللي يجب ان يتحلى بها الطالب في هذه النوعيه من التعليم، بالاضافه لطبعا الناحيه العمليه اللي بتاخد جزء كبير جدا من الدراسه. بعد كده الطالب بيبقى عنده ثلاث فرص: يا اما يلتحق في حاله تفوقه في المدرسه بفرصه عمل داخل المؤسسه الراعيه، او ان هو يذهب للالتحاق احد الجامعات التكنولوجيه بس في ذات التخصص، يعني ما بيدرسش مواد نظريه في جامعه تكنولوجيه بل بالعكس بيكمل في تخصصه، او الاثنين مع بعض. في اوبشن رابع احنا الحقيقه بنشجع اولادنا الطلبه على يعني نهجه، وهو منهجيه رياده الاعمال. رياده الاعمال ان الولد بيدرس ازاي يقدر يعمل مشروعه الخاص. بالظبط. ودي حاجة مهمة جدا الحقيقة، بنحيي برضو الشركات الراعية عليها ان هي مش بتحتكر الولاد بيها بس، ولكن هي بتتيح ليهم فكرة تعلم
ان هو ازاي يفتح مشروع خاص ويقدر يتكسب عيشه بنفسه. ودي نقطه مهمه جدا بنشجع اولادنا وبناتنا عليها، والحقيقه محققين في ده في سن مبكره جدا. يمكن في ناس كتيره جدا بتحاول انها تبدا مشروعاتها وهي لسه بتدرس في المدرسه، يعني في سن 16 سنه و17 سنه. فالحقيقه يعني الفرص اللي بتتيحها هذه المدارس فرص عديده ومتعدده للولد او البنت اللي عنده او عندها طموح في ان هو يحقق ذاته بطريقه مختلفه. عظيم. طيب دكتور، خلينا نتكلم عن الاقبال بتاع الطلاب. احنا حضرتك قلت لي ان يعني باقي اماكن محدوده في المرحله الثانيه، لكن انا عايز اعرف مدى الاقبال، الاماكن اللي كانت متاحه وانتهت سريعا، مين مسموح له ان هو يقدم؟ يعني طلاب الاعداديه للسنه اللي فاتت مش بس السنه دي، هل متاح لهم انهم يقدموا ولا لا؟ طلاب الازهر الشريف هل متاح لهم انهم يقدموا ولا لا؟ الوافدين، المدارس الدوليه، الاجانب هل متاح لهم ولا لا؟ كل التفاصيل دي محتاجين نعرفها. والله يا فندم احنا متاح لينا زي ما حضرتك حوالي 4000 فرصه في السنه دي، تقدم لينا 22000 اللي نجحوا ثلاثه. باذن الله يعني متوقعين في المرحله الثانيه انه نستكمل العدد في اول اسبوع. السبب في ده انه اختبارات القبول في هذه المدارس بتبقى مش بس بتعتمد على درجة الولد في الشهادة الأدبية، ولكن على قدراته في الذكاء والكمبيوتر ومستواه في اللغة كمان، اللي كتير المدارس دي بيتم التدريس فيها باللغة الأجنبية. ده أول حاجة. ثاني حاجة عدد طلبة، طبعا اللي بيبان في المرحلة الأولى ده هم كل المتقدمين، سواء كان من الأزهر، عندنا نسبة كانت من الأزهر عندنا بعد إجراء المعادلة ليهم، وده بيتم في خلال ساعة واحدة داخل الوزارة يعني المعادلة دي. عندنا طلبة كتيرة جدا من مدارس التجريبية لغات ومدارس الخاصة كمان لغات. عندنا الحقيقة في اثنين طلبة يعني لكي حضرتك ان احنا بنسعد بيهم جدا، ان هم سابوا التعليم الدولي، كانوا في التعليم البريطاني في احد المدارس الخاصة والتحقوا بمدارس التكنولوجيا الطبية. ده بيدل انه الثقافه بتاعه اولياء الامور، وده تاني بنحييهم عليها، والطلبه اتغيرت تماما وبداوا يبصوا الموضوع بطريقه مختلفه، لان معظم الجامعات اللي بتفتح جديد ليها فروع جامعات اجنبيه دي اساسا جامعات تكنولوجيه في البلاد الام. انا مش عايز اسمي، لكن الدوله وفرت هذه النوعيه من التعليم لابنائنا الطلاب. صحيح. عشان يقدروا يكملوا طموحهم في ان هم بعد ما يخلصوا التعليم التكنولوجي بتاعهم. أيوه. يكملوا في الجامعات دي ويتحصلوا على بكالوريوس تخصصي في مجالات. فالحقيقه كل انواع التعليم بنقبل منها او صحيح. مش بنقبل منها، تم تقدم طلبه منها. طبعا مش هنقدر نغير الحقيقه ونقول انه غالبيه الطلبه من التعليم الخاص، ولكن هناك نسبة ليست من قليلة من خريج مدارس اللغات. وزي ما بقول لحضرتك، لما كان عندي اثنين طلبة من اللي بيتعلموا تعليم دولي في المدارس الخاصة حابين او بيتقدموا التحق مدارس التكنولوجيا التطبيقية، دي نقلة نوعية كبيرة في فلسفة الناس و اكيد النظرة المجتمعية لهؤلاء الطلاب لهذه النوعية من التعليم. دكتور، احنا يعني بنحييك على المشروع العظيم ده، و منتظرين حضرتك في استوديو صباح الخير يا مصر، تنورنا. علشان محتاجين كمان نتعرف اكتر على تفاصيل هذا المشروع، اللي اعتقد ان احنا سنين طويله جدا قعدنا نادي بيه في وسائل الاعلام ونقول محتاجين يا جماعه مش كل حاجه تعليم اساسي، احنا محتاجين تعليم فني ومحتاجين تعليم تقني. والحمد لله ان بقى عندنا التجربه دي، بدات الحمد لله ان هي تبتدي يعني تظهر للنور، سواء المدارس التطبيقيه او حتى الجامعات التطبيقيه. بنشكرك دكتور عمرو بوصيله، رئيس الاداره المركزيه للتعليم الفني، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه المعلومات كلها.